انا بشتغل في منصب مرموق حاليا، ووصلت للمنصب ده بتعب وجهد كبير لحد لما وصلت لمركزي الحالي، وجوزي لما ربنا فتح عليه طلب مني اني اسيب شغلي بحجة انه حاليا مش محتاج لشغلي وعاوزني اقعد في البيت، وانا مش عاوزة اسيب شغلي، ولما رفضت قال لي اختاري بيني وبين شغلك وانا عندي اطفال منه ومش عارفة اخد القرار. طبعا يا دكتورة ريهام بقى مشكلة هنا بقى عمل المرأة، صحيح، ومشكلة الراجل مع الزوجة. الزوجة اه او مع طبعا، الست في ان انت تشتغلي وما تشتغليش، صحيح، تنزلي شغل وما تنزليش شغل. هنا هي اشتغلت وتعبت ووصلت لمنصب كويس جدا، وصلت لمنصب مرموق، كان من الصعب طبعا ان هي وفي تسيبه الاخر هو اكيد. بيقول لها سيبي شغلك، اه ومن الواضح ان هي بتحب شغلها، بس هنا هي مديانة خيار صعب بقى ان هي معاها اطفال، معاها اولاد كمان منه. احنا نحل المشكلة دي ازاي؟ هو بصي، اول حاجه يعني بصراحه مشكله الشغل دايما من المشاكل اللي بتيجي في الحياه الاسريه او في المشاكل الزوجيه. فاول حاجه في مشكله العمل، بنعرف ان العمل من الامور المهم ان احنا نتفق عليها قبل الزواج. يعني هل هي كانت متفقه معاه ان هي هتشتغل؟ لانه بند اساسي يكون فيه اتفاق. لكن بس انا متهيألي يا دكتوره ريهام يعني هي كانت بتشتغل معاه فتره طويله، اه طبعا، يعني هي اشتغلت وخلاص وحد شافها. ولحد ما وصلت اه لمركز صحيح صحيح. كويس، فيعني هي كانت شغاله ما مش هو من اول الجواز قال لها لا ما تشتغليش. في بقى ايه الدافع ورا السلوك ده؟ لازم نعرف عند الزوج ايه دافعك ورا السلوك ده، انك مره واحده تقول لها لا. معلش، هو واضح، اقول لك على حاجه دكتوره ريهام، يعني واضح هي بتقول كده بالنص لما ربنا فتح عليه، بالظبط يعني هو كده، كان معتمد على شغلها ان هو يبقى دخل مادي للاسره، صحيح، فهو حاسس ان هما الاتنين كانوا بيشتغلوا في فلوس، لما ربنا فتح عليه بمعنى ان هو بقى معاه فلوس وحالته فبقي مش الماديه بقت محتاج. ميسوره، اه مش فطبعا انا مش محتاج بقى لشغلك ولا محتاج لايه لعملك. طب ما هو فهنا بص بقى برضو ان هي خلاص اتأقلمت مع الشغل وحياتها، عندها طموحات، عندها اهداف، عارفة اللي هو حضرتك ما ينفعش بين يوم وليلة اقول لك سيب الشغل. ما هو هي كمان انسانة، فمهم جدا اعرف انه بالعكس، يعني الشغل احيانا بيضفي سعادة على الحياة الزوجية، خاصة لو المرأة بتعمل. انا شايفة انه في بعض المفاهيم الخاطئة، قد يكون الزوج مثلا زي ما قلت حضرتك لما حس ان انه خلاص هو ارتاح ماديا فهو مش محتاج لشغل المرأة. قد يكون الخوف من انها تكون رأس مالية، يعني ممكن تكون هي غصب عنها او بطريقة ما وصلت له الاحساس ده. ممكن يكون احيانا الزوج بيخاف من ثقة الزوجة بنفسها اللي بتعلى قوي نتيجة طبعا لتحقيق اهدافها وطموحاتها. في زوج بيحتوي ده وبيحب الزوجة ايوه، وبيساعدها هو على ده، المفروض يعني يبقى فرحان مفروض. ويبقى مبسوط قوي بمراته في وان زوج هي بقى وصلت نمط لك. شخصيته غيور بطبعه، ما يحبش حد يكون افضل منه. فعلا، بالعكس، ده احنا بنوجه رسالة للزوج انه من ايجابيات الحياة الزوجية والسعادة والاستقرار انه سيب زوجتك تعمل اللي هي نفسها فيه، خاصة في موضوع الشغل. ده هيخلق نوع من المساحة الصحية بينه وما بينها، يعني مساحة ان كل واحد له حياة خاصة بيه، له مساحة خاصة بيه. انا بقول لها حاولي بالحوار السليم، حاولي بحوار ما يكونش فيه انفعال او فيه تهور، حاولي كمان تدخلي حد من اهل الخبره والمشوره، ان هم يكون حد طرف وسط، يعني ما يكونش من اهلها فيسبب مشكله او من اهله فيشعر الزوج بالتدخل يقنعه. انت كمان كزوجه لك عامل انك انت تقنعيه بحوار هادي ولطيف، وقد ايه بيكون فيه بس لثقته بنفسه. قد يكون ثقته بنفسه اهتزت شويه نتيجه لرفعه الزوجه في الشغل او نتيجه ان هي مش محتاجه له، صح. فمهم ان هي تحسسه ان انا دايما محتاجه لك، ومش معنى ان انا انسانه معايا فلوس، بالعكس، يعني وجودك في حياتي ده مصدر قوتي، ده من ذكاء المراه ان هو الضعف للرجل، لكن مش الضعف السلبي، الضعف الايجابي. صح. اخر حاجه بقول لها، لو حصل انه ما قدرتيش بالحوار وحد تدخل بس يكون طرف، انت عارفه ان الزوج يحب تدخله وما قدرش ان هو يوفق في الموضوع ده، فانا شايفه بما انه في اطفال فمهما كانت الايجابيات من الشغل حاولي تقنعيه، وانا متاكده ان هو اكيد هيقتنع، وخاصه ان شاء الله لما يشوف الحلقه دي. بس هو الفكره انه طالما وجود اطفال يبقى انا هنظر على كافه الاطفال وحياتي الزوجيه وسعادتي واستقراري افضل من ان انا اكمل في الشغل وممكن اخسر زوجي واخسر حياتي الزوجيه واطفالي.